السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين طلبة الشهادات المهنية. إن شاء الله محاضرتنا النهاردة هتتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو الانحدار. وقبل ما ندخل في الانحدار ونعرف بقى أنواعه، وعندنا في حاجة اسمها انحدار بسيط وانحدار متعدد، عاوزين الأول نشوف الفرق ما بين مصطلحين في بعض الناس بيتم الخلط ما بينهم، اللي هو الارتباط والانحدار. الارتباط اللي هو correlation، والانحدار اللي هو regression. طب ايه الفرق بينهم؟ دايما يقول لك الارتباط هو عبارة عن أداة إحصائية بتقيس قوة واتجاه العلاقة ما بين متغيرين. يعني لو عندي متغيرين وعايز أشوف قوة في علاقة ما بينهم ولا لأ، تمام، وعايز أشوف قوة هذه العلاقة واتجاهها. يعني ايه اتجاهها؟ طبعا اتجاه العلاقة بيبقى عندي لا اما اتجاه طردي او اتجاه عكس طردي. يعني ان المتغيرين بيسيروا في نفس الاتجاه، يعني المتغير ده كل ما القيم بتاعته بتتزايد فالمتغير الاخر قيمه بتتزايد، فبنسميه علاقة طردية. طب ممكن يكون العكس، يعني مثلا لما قيم متغير ما تؤدي الى نقصان قيم متغير اخر فبنسميه علاقة عكسية، ده اسمه اتجاه العلاقة، هي اما طردية او عكسية. في كمان قوة الاتجاه، قوة العلاقة. يعني ايه قوة العلاقة؟ ماشي، نفترض ان هو عندنا علاقة طردية، فالمتغيرين بيزيد، ده بيزيد وده بيزيد، بس هل هما بيزيدوا بنفس النسبة؟ يعني مثلا لو ده زاد للضعف التاني هيزيد بالضعف بالضبط، ولا هيزيد بنسبة مختلفة؟ دي بنسميها قوة العلاقة. فاللي بيقيس القوة والاتجاه هو اسلوب احصاء اسمه الارتباط. فبالتالي هنا الارتباط ما بيهتمش ان هو يقول لك اني مين اللي بيأثر على مين، لا هو بيقول عندي متغيرين بشوف قوة واتجاه علاقتهم فقط لا غير. طب مين اللي بيحدد بقى ان اي متغير من المتغيرين بيؤثر على الاخر؟ اللي بيحدد الكلام ده هو الانحدار. يبقى اللي بيحدد اي متغيرات تؤثر على المتغير الاخر او ايهما يتأثر بالمتغير الاخر، تمام، هو ده علاقة الانحدار. طبعا لازم هنا في برضو مصطلحين تكون عارفينهم، حاجه اسمها المتغير المستقل والمتغير التابع. المتغير المستقل هو المتغير الذي يؤثر، المتغير المستقل هو المتغير الذي يؤثر، بينما المتغير التابع هو المتغير الذي يتاثر. يبقى عندنا هنا متغيرين، متغير مستقل ودايما بنديله رمز اكس، وده هو المتغير الذي يؤثر على المتغير التابع. اما المتغير التابع فهو بنديله دايما رمز واي، فهو ده المتغير الذي يتأثر بالمتغير المستقل. زي ما احنا هنشوف دلوقتي في معادلة تسمى معادلة الانحدار. عندي معادلة الانحدار ساعات بتبقى او ممكن تكون اكزاكت وساعات بتبقى ابروكسيميت. اكزاكت يعني ايه؟ يعني حضرتك تطلع مظبوطة، يعني ما فيهاش ايرور. طيب طب ابروكسيميت يعني بنحط فيها الجزء الخاص بالايرور. كمان الانحدار ممكن يكون لينير، يعني انحدار خط، وممكن يكون انحدار غير خطي او نون لينير. يعني زي ما احنا كنا شرحنا في المحاضرات الاولى، كنا قلنا ان اي توزيع للبيانات لازم هنعمل له جراف في الاول ونشوف هل هو لينير ولا نون لينير. فلو لينير هنشتغل بحاجه اسمها انحدار خطي، لو هو نون لينير هنشتغل بحاجه اسمها الانحدار الغير خطي. طب هنفترض هنا دلوقتي ان العلاقه خطيه، او يمكن تمثيلها بمعادله خط مستقيم، ودي اللي احنا لو عملنا لها جراف هيطلع الداتا على شكل خط مستقيم. اما العلاقه الغير خطيه هتلاقيها يا اما تمثل بمعادله الدرجه الثانيه او المعادله الاسيه او حسب ما هنشوف في الاجزاء التاليه باذن الله. طبعا عندي هنا الانحدار برضو ممكن اقسمه انحدار خطي بسيط وانحدار خطي متعدد. انحدار خطي بسيط يعني ايه؟ يعني ان انا عندي هنا علاقه ما بين متغيرين، عندي علاقه ما بين متغيرين فقط، احدهما مستقل والاخر تابع. يبقى عندي متغير تابع واحد وعندي متغير مستقل واحد، ففي الحاله دي هنسميه انحدار خطي بسيط. طب لو انا عندي مثلا متغير تابع ومجموعة من المتغيرات المستقلة اللي تؤثر عليه، ففي الحالة دي هيبقى هنشتغل بحاجة اسمها الانحدار الخطي المتعدد.
يبقى انحدار خطي بسيط معناه ان انا عندي متغيرين فقط، انحدار خطي متعدد يعني معناه ان انا عندي اكتر من متغيرين في العلاقه بتاعتي او في الدراسه بتاعتي. طبعا هنا في الانحدار هو بيهدف الى الحصول على احسن معادله لتمثل العلاقه قلنا ما بين المتغير التابع والمتغير او المتغيرات المستقره. طب هل يعني يمكن تطبيق الانحدار في جميع الاحوال؟ لا، في شروط بتحكمنا برضو بالانحدار. اول حاجه ان تكون المتغيرات المستقله، قلنا المستقله اللي هي بتؤثر، جميعها متغيرات مستمره او متغيرات وصفيه. وبرضو احنا كنا اتكلمنا في المحاضرات الاولانيه عن المتغيرات المتقطعه والمتغيرات المستمره والمتغيرات الكميه والمتغيرات الوصفيه، دي كلها مصطلحات حضراتكم يعني عرفناها في الاجزاء الاولى من المحاضرات. طب لو عندي متغيرات مستقله وصفيه يجب ان احنا نعبر عنها باكواد، وما ينفعش ان انا اتعامل مع البيانات مباشره بدون تكوين. اما المتغير التابع يجب ان يقاس بحاجه اسمها انترفال او فتره على الاقل. طب لو ما كانش مستمر في الحاله دي مش هقدر اطبق اسلوب الانحدار، وهنطبق بداله حاجه اسمها تحليل التمايز، تحليل التردد، احد الاساليب الاحصائيه اللي احنا بنستخدمها لو متغير التابع بتاعنا مش متغير مستمر. طيب عندي كمان اكتر من نوع في طرق معالجه مشكله الانحدار وفي طرق ادخال الداتا بتاعتي في الانحدار، والطرق دي بتختلف حسب طريقه معالجه التداخلات والاختلافات الراجعه الى الارتباط، تختلف حسب طريقه التعامل مع المتغيرات المستقله عند ترتيب ادخالها في معادله الانحدار. بضوء الاختلافات دي ممكن نقسم الانحدار برضو الى ثلاث اقسام تالية. اول حاجة اسمه الانحدار العياري او الستاندرد ريجريشن. في الطريقة دي احنا بندخل المتغيرات المستقلة في معادلة الانحدار دفعة واحدة، يعني لو انا عندي مثلا 7 متغيرات مستقلين بدخلهم كلهم مرة واحدة، تمام، واشوف تأثيرهم ايه على المتغير التابع مرة واحدة دون مناقشة كل متغير مستقل على حد. الانحدار العياري او الستاندرد ريجريشن هندخلهم كلهم مره واحده ونشوف تاثيرهم على المتغير التابع. في عندي كمان الانحدار الهرمي. هنا بقى هندخل المتغيرات المستقله في المعادله المقترحه تباعا، يعني واحد واحد، تمام، وبنحدد ترتيب الدخول ده على اساس احصائي نظري، يعني مش هندخل كده بترتيب عشوائي، لا، بيتم ادخالهم حسب بعض الاسس اللي احنا هندرسها ونحددها مع حضراتكم لاحقا. كمان عندي انحدار تدريجي. هنا هندخل يعني مجموعه من المتغيرات، مش كلهم، يعني جزء منهم، تمام؟ وهنا بيبقى فيه برضو كريتيريا او ضابط معين او شروط معينه لادخال هذه المتغيرات، برضو هيتم التعرف عليها في وقتها باذن الله. هنا ادخال البيانات ممكن يكون ادخال فورورد او باكورد. فورورد يعني ادخال امامي. هنا هندخل المتغيرات بتاعتنا المستقله متغير متغير. نستخدم اختبار اسمه اف تيست عشان احدد ايه هي المتغيرات اللي بتدخل للمعادله وايه هي المتغيرات اللي يتم استبعادها. طب هندخل المتغير امتى في حاله ايه؟ لو الاف تيست بتاعته او اف كالكوليتد بتاعته اف المحسوبه بتاعته كانت ازيد او اكبر من الاف ان، او بنسميها الاف الداخله او بنسميها القيمه الحرجه، تمام. ففي الحاله دي لو الاف المحسوبه اكبر من الجدوليه يتم ادخال هذا المتغير. طب في ادخال خلفي. ادخال خلفي يعني حضرتك هتدخل بقى كل المتغيرات مره واحده، لو هندخلهم كلهم، وبعدين هنبتدي نلغي متغير متغير حسب ايه؟ حسب برضو اختبار اف او اف تيست. طب هنا هنشيل المتغير امتى؟ لو قيمة الـ F المحسوبة أقل من قيمة F out أو قيمة الحرجة بتاعتها، وده يعتبر إيه؟ كأن عكس الإدخال الأمامي. عندي كمان اختيار أو الإدخال التدريجي أو الاختيار التدريجي، ده خليط ما بين الاختيار الأمامي والخلفي. حضرتك هنا هتقولي أني أفضل؟ طبعًا هي الفروق بسيطة ما بين الطرق الثلاثة، وطبعًا هي المفروض هنا بتختلف من باحث لآخر. في واحد يفضل الادخال الامامي، واحد بيفضل الادخال الخلفي، واحد بيفضل الاختيار او الادخال التدريجي، وبتبقى يعني دي فيها
توقف على خبرة الباحث الانحدار وخبرة الباحث الإحصائية. لكن حضرتك لو مش متخصص في الإحصاء بشكل كبير، أي وسيلة من الوسائل هتكون مناسبة وممكن تحقق لك المرغوب من سيادتك. طب برضو خلي بالك إن في مجموعة فروض يجب إن نحققها قبل ما نحصل على معادلة الانحدار. لازم نخلي بالنا من نسبة الحالات إلى المتغيرات المستقلة، يعني الحد الأدنى لعدد الحالات المطلوبة في اختيار نموذج الانحدار. فمثلا في الانحدار الستاندرد أو الهرمي يجب إن احنا يكون عندنا عدد حالات على الأقل 20. تاني حاجة عندنا في الانحدار التدريجي مثلا بنحتاج عدد أكبر، بيكون الحد الأدنى المطلوب من الحالات هو 5 أمثال المتغيرات المستقلة. يعني مثلا لو حضرتك عندك 3 متغيرات مستقلة يبقى لازم الداتا بتاعتك ما تقلش عن 15. طبعا الحاجات دي سهل إن أنت تتحقق بيها بالنظر حتى يعني. لازم نخلي بالنا من الأوتلار أو القيم المتطرفة. القيم المتطرفة يعني قيمة الشاذة، لو لقينا في الداتا بتاعتنا قيم شاذة أو متطرفة نحاول إن احنا نستبعدها في الأول عشان ما تأثرش على النتائج بتاعتي بعد التحليل الإحصائي. طبعا لو عندك داتا كتيرة جدا ومش قادر تشوف الكلام ده تفحصه بالنظر، في اختبار اسمه مهلانوبيس. مهلانوبيس ده اختبار داخل حزمة الـ SPSS، أو ممكن كمان نشتغل بشكل الانتشار اللي هو الرسم بتاع شكل الانتشار. لو لقيت فيه دوت أو نقطة بعيدة عن الرسم بشكل واضح يبقى دي تعتبر قيمة متطرفة أو قيمة شاذة. برضو لازم ناخد بالنا من مشاكل الارتباط الذاتي ومشاكل التفرغ. الارتباط الذاتي هنا معناه إن هو في ارتباط عالي ما بين المتغيرات، والتفرغ إن هو يكون في ارتباط تام ما بين المتغيرات المستقلة. يعني معناه إن هو لو عندي مثلا متغيرين مستقلين الاتنين ده بيزيد وده بيزيد بس بيزيدوا بنفس النسبة بالظبط، ده بنسميه ارتباط تام. فلو في ارتباط تام برضه بيعمل لنا مشاكل في النتائج الواردة في معادلة الانحدار. طبعا كل مشكلة يعني بيبقى ليها حل، بس طبعا احنا هنا بندي الأسس الأساسية باعتبارك شخص غير متخصص في الإحصاء عشان تعرف ازاي تدخل البيانات، ازاي تتعامل بيها، ازاي توصل لنتائج إحصائية. لو ظهرت بعض المشاكل المتخصصة أوي ممكن حضرتك تقرأ بشكل أوسع أو تلجأ إلى إحصائي عشان يعني يساعدك في الجزئية دي. طبعا برضو ممكن نعرف حكاية الارتباط الذاتي أو الارتباط التام اللي هو بتاع التفرد ده عن طريق correlation matrix أو مصفوفة الارتباط، وكمان عن طريق مربع الانحدار المتعدد، وكمان من فترات السمح. برضو في بعض الشروط لازم نتأكد منها اللي هي النورماليتي أو الطبيعية، اللينياريتي اللي هو الخطية، التجانس، استقلال البوائي. كل دي حاجات المفروض الباحث بيتأكد من وجودها قبل تطبيق الانحدار، عشان لو متوفرش شرط من الشروط دي أحيانا بتبقى النتائج بتاعة الانحدار مش جيدة. لازم نخلي بالنا إن يكون الفرق ما بين القيم الفعلية والمتوقعة يجب أن يتوزع توزيع طبيعي. يجب أن تكون العلاقة ما بين البواقي اللي هو الايرور والقيم المتوقعة تاخد علاقة خطية. يجب أن يكون الفاريانس بتاع الايرور أو التباين بتاع البوائي 1 equal 1 كل القيم المتوقعة. طبعا بالنسبة للشرط اللي هو بتاع الانيرتي، طبعا لو في انحراف قليل ده مش هيأثر على النتائج، لكن لو في انحراف كبير تمام لا ده ممكن يؤثر على النتائج بشكل واضح. مثلا لو خدنا مثال كده بسيط، مثال عادي عندي مثلا السيلز اللي هو المبيعات، عندي تمبريتشر اللي هو درجات الحرارة، عندي ييرز اللي هو سنوات مثلا خبرة أو سنوات الخبرة بتاعت البائع، ومثلا خدت الداتا لعدد 15 محل تجاري. فمثلا المحل الأولاني بيبيع 15 يونت مثلا أو 15 وحدة، درجات الحرارة مسجلة في منتصف اليوم كانت 21، هنا سنوات الخبرة بتاعت البائع 1. المحل التاني السيلز بتاعته مبيعات 15، درجات الحرارة 18، سنوات الخبرة برضه 1، وهكذا. طب أنا عاوز مثلا أدرس العلاقة ما بين المبيعات اليومية لل 15 محل دول وعلاقتهم بدرجات الحرارة المسجلة في منتصف اليوم وعدد سنوات الخبرة للبائع الذي يقوم بالخدمة. طبعا حضرتك لو عاوز تشوف تأثير مثلا درجات الحرارة فقط على المبيعات
درجة الحرارة فقط على المبيعات، يبقى هنا عندي متغيرين فقط، وبالتالي يبقى ده انحدار بسيط. أما لو أنت حضرتك عاوز تشوف تأثير درجات الحرارة وعدد سنوات الخبرة، الحاجتين دول عاوز تشوف تأثيرهم على المبيعات، يبقى هنا عندي ثلاث متغيرات، وبالتالي يبقى أنت في حالة انحدار متعدد. طبعا هنا في البداية هفترض إن المبيعات هي المتغير الثابت، ده اللي بيتأثر، وإن سنوات الخبرة ودرجات الحرارة هي المتغيرات الإيه؟ المستقلة. جميل، الداتا اللي أنا لسه موريها لحضرتك ممكن تعمل لها سيف أو حفظ يعني البيانات، وسميها مثلا ريجريشن سيف، تمام؟ والبيانات دي ممكن نستخدمها دلوقتي، أو هوريك إزاي بعد شوية إزاي نستخدمها في الانحدار، وإزاي ندرس ندرسها بالـ SPSS، تمام؟ عن طريق طبعا أنواع اللي إحنا اتكلمنا فيها من شوية، اللي هو المالتيبل لينير ريجريشن اللي هو الانحدار الخطي المتعدد، ستيب وايز ريجريشن اللي هو الانحدار المتدرج أو التدريجي، الانحدار الهرمي، الكيرف لينير ريجريشن اللي هو الانحدار الغير خطي. ده اللي احنا هنوضحه لحضراتكم ان شاء الله في المحاضرات القادمه. ارجو انكم تكونوا استفدتوا، وشكرا.